فشل حلال على لانه لم يعمل بقراركم. يا اخي خذ راي، يا اخي خذ 20 و25 بالمئة. نعم. يا اخي عطني كرت ذهبي تشرب فيه انا وهذا كرت. هل يعقل نقطع نصين ياخذ نص وانا نص؟ هل يعقل سالم الغامدي موجود؟ ما يعقل. كرت ذهبي علي هذا ذهبي مصيبه. خالد المطيري بس انت لاحظت سعود عامر تركي تفيل زيد ديب زايد القحطاني تمام زايد كرت ذهبي عايض القمي كلهم ذهبي ذهبي عايض مشارك ببرنامج كرت ذهبي من البزنس واحد يقدم من يوم ابو طلال في بيت عرسان هو يقدم سلطان البوي من يوم ابو طلال في بيت عرسان هو يقدم سعود علوش هل من المعقول انه يقبل؟ تمام قدم علينا في بزنس واحد يا اخي سكرت اسمع في القناه الثانيه محمد البريك هل معقول يقبل؟ تمام محمد البريك كرت فيصل عويدر هل معقول انه يقبل؟ فيصل عويدر تمام عبد الواحد هل معقول يقبل؟ لا عبد الواحد يا سلام. طيب يا علي علي باقي علي علي لا تاخذون اليوم بالاسماء اللي خلينا نقول ما ادت تفاعل في المقابل كان في اسماء كانت مميزه جدا في البرنامج احسن الله في ناس قاعدين يادون بشكل ممتاز يعني في شنار عبد الله المري فيصل الدوسري سيف الاكلبي حشر جاء قبل امس يعني احسن الله عزاك يا حشر في وفاتكم قبل امس جاء شايل البث ما شاء الله تبارك الله هذا طبيعي يا ابو عبد الله يا اخي تخيل كلهم مثلا زي اللي ذكرهم طيب طبيعي يعني. يا فهد اي برنامج واقعي يا فهد لابد من التنوع مو 80% سيئين و20% جيدين لا هل انت هذا تقييمك 80% سيئين؟ ايش تقييمك علي بما احنا مقدورين؟ لا كم شوف تبغان مع بعض ولا لا؟ سعود والله بتروح اراكم في الفرامه بعد الفقره الاكيد انه تجلى للناس ان حينما لم يعمل بتقييم اللجنه تقييم علي وفهد هذه بضاعتكم ردت اليكم مناقز وصياح ويغطون على الكاميرا بظهورهم ويعني هل تتفق مع المتسابقين سيئين؟ والمتسابقين المتسابقين اسمعوا عطها حبينا نؤمن ايمان تام انك ما تقدر تجيب مثلا حتى لاعب كوره 11 لاعب في نفس المستوى لازم في تفاوت حتى عشان البرنامج يصير قوي برامج دائما فيها تفاوت يعني ممكن تحصل واحد متفاعل جوا بس التصويت متسابق ثاني هذه هي برامج كذا صح ابو طلال مو لازم وبعدين لازم تعرف ان في متسابقين يكون قويين في متسابقين يكون وسط في متسابق يكون ضعيف ليش اصلا هي برامج كذا الضعيف هو بيطلع الاول والثاني والثالث بعدين يبقى الاقوياء هل من المعقول اجيب حمود الفشقه جنب مارادونا ما راح اجيب مارادونا بجيب مثلا معاه واحد كويس شنكو. ثاني ها. ايوه بروح اجيب حمود الفشقه يلعب في حواري اجن من هو حمود الفشقه في هذه النسخه 11 12 احنا نكمل حمود الفشقه هذا هو كان بطل حمود الفشقه بطل بطل مسلسل كامل لازم تعرفون في ناس لهم ادوار بطوله الضعيف هذا مين مو معترف والله انك صادق في كل مسلسل كومبارس طيب لحظه يا فهد خليني اسال ابو طلال من هو حمود الفشقه النسخه الى الان يا شاب انت ما لا تسقط على احد هو الافضل هذا حمود الفشقه الافضل ها الفقه هذا حمود الفشقه من الافضل ابو حسين هو جاي ابو علي شوف خلال الثمان ايام الماضيه تفاعلا شوف انا عاجبني فيه كذا شخصيه في ناس كانوا بيبتي جميل عشان اتذكر اسمائهم كان عندك سالم القحطاني كويس كان شناب كويس شناب يعني ابو يعني كان يعيش فيفيتي حلو في بعضهم يحتف يعني علي سلطان ما يحبه لا مو محبه ما دخل مشاعري ادفنها في السياره وقت انا 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 اقول صدق انت صادق هذه كلمه تدل على ذكاء علي لا يحب سلطان الابرك صح سلطان هل سلطان شخصيته سلطان شخصيته من اجمل الشخصيات اللي تعيش فيفيتي بينه على 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 السبيقه في سلطانين ترى لا فهمت ها في اثنين سلطان 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 الدوسري اثنين كلهم في اثنين سلطان بريك الدوسري بريك على بريك سلطان بريك واحد اي واحد اللي تمشكله معه سلطان البريك اللي دخل ما ادري كيف دخل سلطان ثقل اي وريني صورته لو سمحت لا يوجد سلطان يعني هل من المعقول وانا بسال سؤال نقاد لا يعرفون اسماء متسابقين في سلطان ثاني ترى في سلطان ثاني ما في سلطان ثاني انت خمس سلطان ثاني من المعقول سلطان بريك واحد هذه الصور ما في لا في سلطان ثاني يا شباب شو احنا جلسنا نوقف على الصور حنكمل لا عبد الله سؤال مهم هل انا انتقد